بص يا رجاله، بالنسبه للناس اللي عاوزه تجيب سخان كهرباء ولكن بتقلق يعني من الكهرباء والقصه دي وعايزه حل سليم علشان خاطر تركب سخان كهرباء. طيب، هتجيب سخان كهرباء، يفضل السخان ما يكونش في الحمام. السخان ما يتحطش في الحمام ليه؟ علشان خاطر يعني هيكون جنب حنفيات ومش عارف ايه وكلام من ده، واحيانا الناس اللي بتشغل سخن في الحمام بيطلع بخار وحاجات من دي، فما تدخلش ايه على الكهرباء يعني بتاعة الجهاز. فده الافضل يعني كرأي شخصي، ممكن يكون حد عنده اراء تاني، ولكن السخان شفنا فعلا ناس بتركب السخان ممكن في ظهر الحمام. لو عندك طريقة تانية يعني او حاجة، شفنا ناس بتركب السخان ده في ظهر الحمام من الحيطة التانية، وده بيكون كويس. وتاني حاجة، لو برضك يفضل في تركيب السخان الكهرباء ده، احنا عارفين الفرد بيكون 3 فرد، يعني سخان زي ده بيكون داخله من جوه 3 فرد مش فردتين بس، بيكون في فردة للكهرباء وفردة للنيوترال اللي هو الطرف المحايد وفردة للأرضي اللي هو الإرث. فده مهم جدا عشان خاطر لو في كهرباء حصلت زيادة أو في كهرباء في السخان بيبدأ إن هو يصرف الكهرباء دي على الكابل الإرث. زي هنا كده أهو الفي اس جي المفروض الطبيعي بتاعها ما بتكونش عينين بس كده، لا بيكون 3 عيون، ودي بتكون 3، ال3 عيون بيباتوا في ال3 عيون اللي هنا، فردة بتكون كهرباء وفردة نيوترال وفردة ارضي اللي هي الارث. ان ال3 فرد هم مش فردين بس، ده دخلوا 3 فرد، والمفروض هنا بيكون وده، ولكن ده مش في كل الاماكن يعني، ولكن يكون عندك الفكرة. مهم جدا انك توصل له الكابل الارث بتاعه علشان لو حصل فيه كهرباء زيادة او حاجة يقدر ان هو يصرف الكهرباء، لان في ناس بتشتكي دايما ان المواسير احيانا بيكون فيها ماس او كلام من ده. بس دي كده يعني وجهة نظر شخصية للي عاوز يركب السخان الكهرباء. الكلام يعني ممكن يكون وارد للخطأ، ما فيش اي مشاكل، ولكن عاوز تركب سخان كهرباء مهم جدا يعني الامر برضك راجع ليك. السخان الكهرباء يفضل ان هو ما يكونش في الحمام، والحاجة التانية الافضل انك لو عندك الكابل الارث مش الارضي، في مش النيوترال، الكابلين دول اسمهم طرف كهرباء وطرف محايد. الارضي بقى حاجة تالتة، بيكون ارث كده، بتكون مرسوم عليها شرطة كده وشرطة صغيرة واحدة تانية دي، عشان لو في كهرباء زيادة في السخان بيبدأ ان هو يصرفها فيه. هي للأسف مش موجودة عندي هنا دلوقتي، ولكن ممكن نعمل لكم ليها حلقة يعني، في نجيب شقة او مكان اللي هو بيكون فيه الطرف الارثي ده. ولو عاوز بقى تجيب السخان، يفضل ان يكون عندك اللي هو السخان الغاز، يعني يكون عندك اصلا كابل غاز يعني. بس كده الرجاله اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات.